عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنديروه على عمدة عدد عقدي. اشنو هو عمدة عدد عقدي؟ هو اللي كنسميوه احنا لارغيومون باللغة الفرنسية، نسميوه زيد ا. دونك زيد ا هو لاحق النقطة ا، غناخدوها في مبلغ في اي بلاصة بغيناها، وهذا المعلم هو معلم مباشر. الا خدينا مثلا هاد، بغينا القياس ديال هادي غنسميوه الفا. دونك قياس ديال الزاوية هادي الفا اللي هي لارغيمون ديال زيد ا. دونك هذا القياس هذا هو لارغيمون ديال زيد ا، يعني قياس الزاوية اف او ا تساوي لارغيمون زيد ا، هو قياس ديال هذه الزاوية الفا اللي كيساوي يوافق الفا بتردد اثنان بي. علاش كنقولوا الفا بتردد 2 بي؟ لان باش ما كنزيدو جو بي ولا كنقصو دو بي كنرجعو لنفس النقطه. ثم الى بغينا مثلا القياس ديال واحد الزاويه مثلا اي ا سي، مثلا اشنا هي ا سي؟ نقدر مثلا تكون عندي واحد النقطه اخرى سي هنايا وهنا ا، وبغينا القياس بينها وبين اي. وكيما درنا هنايا هاد زيد ا نورمالمون شنو هي؟ دونك الا جينا نشوفو زيد ا هي زيد ا ناقص زيد او، ولكن زيد او كيساوي صفر. دونك كتبقى هنا زيد ا، يعني الا بغينا لارغيمون ديال او ا سي غنبقى نديرو لارغيمون ديال زيد سي ناقص زيد ا. كيكون عندنا اللاحق ديال زيد هو اللاحق ديال النقطة سي، وزيد هو اللاحق ديال النقطة ا، كيعطيونا الألحاق وكنحسبو لارغيمون ديالهم كنلقاو. وغنديرو أمثلة تطبيقية باش نشوفو كيفاش كنجبدوهم. إلا عندنا متجهات أخرين، مثلا عندي ما عنديش إي هنا، عندي مثلا ا بي سي دي، نقدر مثلا فواحد في المعلم تكون عندي مثلا هادي هي ا بي وتكون هنايا سي دي، مثلا هادي هي المتجهات سي دي و ا بي، وبغينا نربطو نحسبو القياس بين هاد المتجهات، يعني القياس ديال الزاوية بيناتهم. واشنو غادي نديرو؟ حنا كنعرفو حصاين عقلو على هاد اللولة، هادي هادي هي اللي كتهمني، هاد او، دونك اي او ا كتساوي ارغيمون ديال زيد ا. هنا ما عنديش او، اشنو غادي ندير باش ندخل هاد او هادي؟ غندير علاقة شاذ. دونك غتكون عندي ا بي قياس المتجه ا بي اي زائد اي سي دي. واش نقطرو هنا؟ شنو هو المشكل عندي؟ هاد اي هادي خصها تكون هنايا. دونك قرينا في الدرس بلي الا قلبناهم غنديرو ناقص اي ا بي زائد، هنا ما عنديش مشكل، اي سي دي قياس الزاويه يساوي ناقص اي ا بي، هي هاد اللي درنا هنا. اش كيساوي ارغيمون ديال هذا ناقص هذا؟ دونك غيكون عندي ارغيمون ديال زيد بي ناقص زيد ا زائد هنا اي سي دي، ارغيمون ديال زيد دي ناقص زيد سي. هنا عندي ناقص وهنا زائد، وفي الخاصيه ديال ارغيمون امتى كيكون عندي لارغيمون ديال زيد ناقص لارغيمون ديال ا؟ ملي كيكون عندي لارغيمون ديال زيد ناقص لارغيمون ديال ا اش كيساوي؟ قلنا بلي الخاصيه ديال لارغيمون باش كنتفكروهم هما بحال ديال اللوغاريتم، هو عندي ارغيمون زيد دي ناقص زيد سي ناقص، دونك غيكون عندي يساوي هادي كتساوي ارغيمون زيد دي ناقص زيد سي على زيد بي ناقص زد ا. دونك القياس ديال هاد الزاوية هادي اللي كتربط بين هاد المتجهتين ا بي و سي دي هو ارغيمون زد دي، دونك زد دي ناقص زد سي مقسومة على زد بي ناقص زد ا. تقدرو تعقلو عليها بهاد الطريقة هادي، يعني هاد لي زيتاب كاملين غير فقط إلا نسيتي ولا مرة كتخدم بالخاصية ديريكت. يعني مثلا ولكن ملي كنديرو هاد لا ديمونستراسيون ملي كنوضحو هكاك كنحسو حتى بديك المتعة ديال ممارسة الرياضيات. دونك غنديرو امثله تطبيقيه باش نفهمو مزيان. دونك هنا عندنا مثال باش ما تخلعوش، يعني كاين اللي كيشوف قياس الزاويه بي سي بي ا كيحبس. اشنو هو القياس؟ هو داك القياس بيناتهم شحال كيساوي بين المتجه الزاويه اللي كتربط بين بي سي و بي ا.
هنا غنمشيو للدرس. اشنو قلنا في الفقره السابقه؟ قلنا بان لارغيمون او قلنا بان بي سي اول حاجه كنكتبها هي لدينا بي سي بي ا كتساوي قلنا لارغيمون ديالاش زد ا ناقص زد بي على زد سي ناقص زد بي. زد سي ناقص زد بي كنحبس هنا. نعرفوا بعدا هذا لارغيمون شنو هو. باش نعرفوا لارغيمون دائما كنمشيو نديرو الشكل المثلثي. دونك هذا العدد هذا غنديروا ليه الشكل المثلثي باش نلقاو الزاويه شحال القياس ديالها. او ناخذوا زد ا ناقص زد بي. زد ا ناقص زد بي نكتبوها هي الاولى شحال كتساوي على زد سي ناقص زد بي تساوي دونك زد ا هي ناقص واحد دونك ناقص واحد ناقص كي ناقص زد بي جوج. هنا اقواس الله يرضي عليكم راه الا مشى لك واحد ناقص ولا زايد هنا ما غاديش تخرج لك النتيجه. ناقص زد بي هي جوج زايد اي على زد سي هي 4 اي ناقص زد بي هي جوج زايد اي. ثم كنحيد الاقواس تساوي ناقص واحد ناقص اي. هنا اقواس مسبوقه بناقص غنغيروا الاشارات هنايا هي ناقص جوج ناقص اي على 4 اي ناقص جوج ناقص اي. وكنبسط يساوي دونك ناقص واحد ناقص جوج هي ناقص ثلاثة ناقص اي ناقص اي ناقص اي ناقص اي هي ناقص جوج اي. هنا عندي ناقص جوج 4 اي ناقص اي هي 3 اي زائد 3 اي. دونك هنايا كنا قرينا كيفاش كنحيدو هاد اي هنا غنضربو في المرافق ديال ناقص جوج زائد ثلاثة اي. والمرافق كنغيرو غير هذا الزائد كنغيرو بناقص. دونك كنضرب هنايا كندير الاقواس دونك كندير الاقواس ونضرب هنايا دونك ناقص جوج مكنغيرش ليه هذا بزائد كنبدلو بناقص ثلاثة اي. وهاد العدد اللي ضرب فيه لتحت كنضرب فيه الفوق ناقص جوج ناقص ثلاثة. وكنعاود نحسب نساوي دونك هنا عندي هنا ماشي متطابقة هما دونك غنضربو ناقص ثلاثة ناقص جوج هي ستة ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة اي هي تسعود اي ناقص جوج اي في ناقص جوج هي ناقص في ناقص هي زائد أربعة اي ناقص جوج اي في ناقص ثلاثة اي ناقص جوج في ناقص ثلاثة هي ستة. ولكن عندنا اي اوستيتنا غيعطينا ناقص واحد دونك غيولي عندي ثلاثة ديال الناقص ناقص في ناقص غيعطيني زائد و اي اوستيتنا غيعطيني ناقص واحد دونك غيعطيني ناقص ستة. دونك الله يرضي عليكم ردوا البال هنا من الأحسن كاع متنقصوش هاد المرحلة ديرو ناقص جوج في ناقص ثلاثة هي ستة اي اوستيتنا ستة اي اوستيتنا تساوي ناقص ستة لأن اي اوستيتنا كيساوي ناقص واحد. على هنا عندي متطابقة هما أ زائد بي عامل أ ناقص بي هي أ اوستيتنا ناقص جوج أوستيتنان هي 4 ناقص جوج الكل أوستيتنان دونك هنا أ أوستي أ هو ناقص جوج كندير الكل أوستيتنان ناقص 3 إي أوستيتنان 3 إي الكل أوستيتنان شنا هي 3 أوستيتنان هي 9 و إي أوستيتنان هي ناقص واحد هي ناقص 9 مع هاد ناقص هذا غيولي زائد 9 يساوي دونك عندي هنا 6 ناقص 6 هي صفر غتبقى ليا 9 اي زائد 4 اي هي 13 اي مقسومه على 4 زائد 9 هي 13 13 غنخزلو مع 13 غتبقى لينا اي. ودابا لقينا اي دونك هاد زد سي ناقص زد بي زد ا ناقص زد بي على زد سي ناقص زد بي يساوي اي. دابا غنديرو الشكل المثلثي ديال هادي باش نلقاو لارغيمون ديال هذا شحال كيساوي باش نشوفوا لك القياس ديال ديك الزاويه شحال كيساوي. دونك الشكل المثلثي ديال اي اذا بلا ما نمشيو نضاربو مع نديرو المعيار ونعاودو نعملو هادو اي فين كاينه الى خدينا المعلم دونك هادو حالات خاصه اي هي هادي. دونك بلا اي هذا هو المحور التخيلي دونك بين هنا وهنا شحال كاين بين اي وهنا شحال كاين كاينه بي على جوج دونك لارغيمون ديال اي هو بي على جوج. وحتى كاع الا ما عرفتيش تجبدها غنعاود نديرو نفس المراحل غنديرو الشكل المعيار ديال هادي المعيار ديال اي
يساوي دونك اي اشنا هي هي صفر زائد واحد اي الا بغينا نديروها على شكل ا زائد اي بي ان والمعيار ديالو شنو هو جذر مربع صفر اس 2 زائد واحد اس 2 هي واحد يساوي واحد يساوي واحد عفوا اذا اي يساوي واحد عامل لي صفر زائد اي دونك باش نكتبها لكم على داك الشكل اللي سميه اي اي هي صفر زائد اي يساوي شكون هو الا مشينا للجدول شكون لي الكوس ديالو كيساوي صفر الكوس ديال بي على جوج دونك يساوي كوس بي على جوج زائد اي سينوس بي على جوج دونك هنا كاين اللي كيقول لي الا قلتي ليه شكون اللي كيعطينا صفر كيقول لك كي لا يقول لك ناقص بي على جوج الكوس ديال ناقص بي على جوج حتى هو راه كيساوي صفر ولكن غير نتفكروا بان حتى الا درتي ناقص بي على جوج راه صحيحه ولكن من بعد خصك تحيدها حيت كوس ناقص الفا كيساوي كوس الفا يعني راه بحال بحال كوس ناقص بي على جوج ودرت هنا السينوس ناقص بي على جوج غيكون عندي خطا لان السينوس ديال ناقص بي على جوج هي ناقص واحد هنا عندي زائد دونك من الافضل نديرو بي على جوج كيمون ديال زيد ا ناقص زيد بي على زيد سي ناقص زيد بي يساوي او اللي يوافق بي على جوج بتردد اثناني دائما كنديرو يوافق بي على جوج بتردد اثناني بي اذا قياس الزاويه اللي كنا حنا بغينا نحسبو بي سي بي ا هو بي على جوج بتردد اثناني بي شوف هنا كنلقاو القياس دونك ما تخلعوش يعني دائما هما يعني حتى في الامتحانات الوطنيه ولا في التمارين اولا كيقول لك بعدا هادشي اللي درنا حنا كيدير فيه ثلاثه الاسئله دابا حنا درنا سؤال واحد هما كيديروا لك ثلاثه اسئله يعني السؤال الاول كيقول لك بعدا حدد الشكل المثلثي لهذا يعني كتحسب باش تحدد هذا الشكل المثلثي ملي كتحدد الشكل المثلثي كيقول لك استنتج القياس ديال هذه الزاويه هذه يعني انت خصك غير تعرف بلي هذه راه كتساوي لارغيمون ديال هذه غتعطيك بي على جوج وكيعطيك السؤال الثلاثي كيقول لك يقدر يقول لك ماذا تستنتج ولا استنتج طبيعه المثلث ا بي سي دونك استنتج طبيعه المثلث ا بي سي دونك هنا نرسموها باش يبان لنا بي ا بي سي وبي ا كتساوي بي على جوج 90 درجه دونك ملي كتساوي 90 درجه يعني هذا المثلث هذا كيفاش غيكون قائم الزاويه في بي قائم الزاويه في نقطه بي يقدر عاوتاني مثلا يطلب منك اسئله اخرين دونك قلنا هنايا ان مثلث قائم الزاويه في بي ولكن ما نساوش حوايج اخرين وهذا الشيء كله كيطلبوه منا على شكل اسئله ملي حسبنا حنا زد ا ناقص زد بي على زد سي ناقص زد اشنو عطاتنا عطاتنا اي الى درنا دابا المعيار ديال هادي المعيار ديال زد ا ناقص زد بي زد سي ناقص زد دونك ندير لهم معيار ولا نقدر نفرقهم كيساوي المعيار ديال اي المعيار ديال اي شنو هو المعيار ديال اي هو جذر قلنا حيت اي هي واحد زائد صفر اي هو اللي كنا لقينا كيساوي جذر مربع واحد هي واحد اذا كان عندي واحد عدد كسري كيساوي واحد ا على بي يساوي واحد اش كيعني كيعني ان البسط والمقام متساويان دونك يمكن كان الخارج كيعطينا واحد الا كان البسط بحالو بحال المقام يعني ان ا يساوي بي دونك نفس الشيء هنا يعني ان زد ا ناقص زد بي يساوي زد سي معيار ديال زد سي ناقص معيار ديال زد بي والمعيار ديال زد ا ناقص المعيار ديال زد بي اشنا هو هو المسافه ا بي والزد سي ناقص بي زد بي هي المسافة بي سي يعني أن المسافة بي أ هي المسافة بي سي أش كيعني هذا أن المثلث قائم الزاوية في بي حيت الزاوية كتساوي بي على جوج ومتساوي الساقين هنا المسافة أ بي تساوي المسافة بي سي دونك هادشي كيبان ليكم يعني بزاف غيبان ليهم مرون ولكن راه غير كثرت التمارين يعني مكاينش شي سر كثرت التمارين وغادي تفهم ليك هادشي كامل دونك نتمنى أنكم توفقوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.